السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالك الأول إيش كانت أول حملة لكم؟ إيش كانت أول حملة لكم؟ أول حملة لنا بدأناها اللي هي المجاعة في شرق أفريقيا، اللي هو كانت في منطقة اسمها أريتريا اللي كان جزء من إثيوبيا في الوقت ده. دي كانت سنة بدأت في صيف 83 واستمرت لحوالي 85. بعد كده هو تاني حملة كبيرة عملناها اللي هي كانت حملة بتاعة السودان، فيضان السودان 1989. كيف يعني كيف رتبتوا حق أول حملة؟ يعني احنا عادة انه منجي نرتب حق أول حملة يكون كثير صعب لأنه ما عندنا خبرة بالموضوع، فنحتاج مثلا أدوات معينة. غالبا أول حملة دائما يعني تفشل، فكيف شنو سويتوا بالضبط فيها يعني عشان نعرف ندير حملات بعد؟ احنا حاضر. أول حملة احنا ما كانش عندنا أي فكرة عن أي حاجة. خدت بالك انا كنت لسه حاطط انا محاضرة النهاردة الصبحية على الفيسبوك عندي، كنت انا عملتها من سنة او سنتين، اسمها عورتي. اتفرجوا عليها علشان تشوفوا الأخطاء اللي انا كنت عملتها من 20 سنة و 25 سنة وحطيتها على الفيسبوك. أول حملة ما كانش في حاجة خالص إلا اننا كنا اتفقنا مع بعض الجمعيات في السودان اننا هنجمع الفلوس ونوديها لهم. فكان اول مشروع لينا كان 5000 جنيه في شهر اغسطس او سبتمبر لما رحت السودان علشان نعمل مزرعه للفراخ في منطقه اسمها خشم القربه في اقليم اسمه كسله جنب في شرق السودان. دي كان اول حاجه، بس ما كناش نعرف اي شيء. ومش عيب انك تبدا وتبقى عارف ما تعرفش اي شيء، وحتى مش عيب انك تغلطي، بس نتعلم من الغلط بتاعنا. خلاص واضح كده؟ طيب اول حاجه ثانيه، سؤال ثاني منكم. انا عايز اسئله، مش حابب. عايزين نسمع منك. طيب نطلب منك تستريح للدكتور. انا راحتي في ان انا اشوفه. دكتور ما بعرفش كلمه واحد. تفضل. دكتور، في البدايات هل هناك معوقات من قبل الحكومه البريطانيه بالنسبه لجمع المال والامور الاداريه؟ طيب انا بتكلم عن سنه 84. 84 فتحنا حساب من غير اي تزكيه، من غير اي شيء، واشتغلنا حوالي 4 سنين من غير ما يكون عندنا تسجيل. التسجيل اتاخر شويه عشان ايه؟ المزرعه اللي احنا عملناها في خشم القربه دي هل هي مزرعه للمجتمع ولا مزرعه استثماريه ولا كذا ولا كذا. ومع ذلك في الفتره دي كلها كنا بنجمع تبرعات من الناس وصلت الملايين في الكام سنه دول، وما كانش في اي تضييق، وكان المستوى الاسلاموفوبيا اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما كانش طالع كده، الارهابوفوبيا ما كانش طالع كده. ما كانش في فيلم، كان في فيلم الارهاب والكباب طلع 94. صح. حتى عادل امام ما عملش فيلم الارهاب والكباب. شفتيه؟ لا شوفيه، بس ما تشوفيش يسرى. فده اللي ايه، ده اللي حصل في الفتره الاولانيه. كان العمليه ايه؟ الدنيا ربيع والجو بديع والامور ماشيه زي الفل. فده اللي حصل، ما كانش في مضايقات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اللي حصل بعد 11 سبتمبر. تاني حمله عملناها كبيره كانت اللي هو فيضان الخرطوم السودان، وده طلعنا فيه طياره فيها حوالي 500 خيمه ومواد لبناء الخيام الى المخيمات الى اخره. تالت حمله كبيره كانت بتاع زلزال ايران، بردك اشتركنا مع الهلال الاحمر الايراني وطلعنا شحنات من بقى، يعني بقى خططنا بقى ازاي، عايزين خيم، عايزين تورشز يعني ايه بطاريات، عايزين تواليتات بتاعت كامبس، عايزين حاجات اللي هو ايه اللي بتنظف الى اخره الى اخره. بدأنا نتعلم، لان احنا كان قوتنا هنا، اسمك ايه؟ حنان. كان قوتنا هنا يا اخت حنان في اننا كنا بنكون اسرع واول استجابه بتطلع من عندنا احنا. فكنا احنا قبل ما الناس تفكر في سنه وشيعه في الوقت ده، كنا احنا في الشارع منزلين ايه؟ يعني زلزال ايران اللي مات فيه حوالي 20 او اكثر من 20,000، وجمعنا حوالي 400 مليون، مش 400، ربع مليون جنيه. في كانت الغرفه اللي انتوا قاعدين فيها دي، شايفينها دي؟ شايف يا عبد الرحمن دي؟ الغرفه دي؟ الغرفه دي كان فيها الشباب بيقعدوا الساعه 11 و12 بالليل في سنكم كده واصغر منكم. اللي كان منهم سكندر علي، وكان منهم انور خان، وكان منهم جانجير، وكان منهم خالد الى اخره الى اخره. وكان كل اللي احنا بندور لهم ايه؟ حبه بطاطس اللي هو شيبس، وصباع كفته او نص صباع كفته، او راس سمكه او ديل سمكه. ايه رايك، الراس ولا الديل؟ الاثنين. اتفضل. لماذا لم تشتغل بتخصصك كطبيب
ودراستك ورحت للعمل الخيري والإنساني. وبعدين بدنا تقييمك في العمر هذا للعمل الخيري والإنساني. أنا كنت طبيب ساعتها. أنا أولاً طبيب مش هاوي الطب. يعني أنا دخلت الطب عقبال عندك يعني وعقبال ولدك وعقبالكم أنتوا علشان والدتي كانت عايزة أبقى طبيب. ما دخلتوش لأن أنا بحب الطب. أنا دخلت ماما عايزة أبقى طبيب بنبقى طبيب. عشان نرضي الحاجة الله يرحمها. ها؟ إيه؟ نرضي الوالدين. ففرحت لما أخذت الدكتوراه، لما أخذت دخلت الطب يعني. جيت هنا اشتغلت برضك ما كنتش عارف اشتغل تخصص ايه. فمشيت طبعا سقطت 4 مرات في امتحان المعادله. دايما اسقط انا. عمري ما انجح على طول، اوعى تفتكر ان انا بنجح على طول. ها فاهم ولا لا؟ قول لي اللي عندك دول اللي مكوشين دول هم اللي بتسقط كتير. اللي يجي منهم يقول لك انا ناجح 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 ناجح، اقول له لا كلكم سقطتوا زي ما انا سقطت. ها؟ وبعد كده اشتغلت بقى وعملت اخطاء حتى يعني في الشغل بتاعي. ولما رحت اسكتلندا عشان ما كانش عندي هويه طبيه اشتغلت اول سنه في اللي هو الاشعاع الذري، العلاج بالاشعاع الذري والكيماويات. وبعدين بقى كده رحت على الالفن اذن حنجره، بعدين بقى كده رحنا على الجراحه العامه، بعدين جيت هنا بعد كل اللفه دي كلها سنتين في اسكتلندا في جلاسجو. جيت هنا هو اشتغلت في الباثولوجي لان كان اسهل حاجه الاقي وظيفه في الباثولوجي اللي هو تشريح الجثث كده. كان عندي في اليوم تعرف بعمل ايه؟ جثه قبل الشاي وجثه بعد الشاي. تبالك في حاجة كده كانت تبقى حلوة زيك انت من صغيرة، في حاجة تبقى زي اخونا كده بسم الله ما شاء الله. بس كان عندي 2 حبوا بعض في ايه؟ حبوا بعض في المشرح. لا مش جوز. الست اللي بتشتغل معايا اللي هي بتخيط الجثة بعد ما قطعها، والراجل اللي الحنوتي بقى اللي فايه كان اسمها كده فين حب في المشرح. كانت اسمها مش نسيت اسمها والله. كانت ايه؟ ما بين الجثتين يوم فرطين لنا الشاي بقى والقهوه والحاجات دي كلها وحب التوست ده حقيقه. انت خايف ولا ايه؟ كان برده كان عندي جثث كان زيك كده زي الفل. كنت اخد المعلقه من اللسان لغايه تحت حته واحده وبعدين اقعد بقى ايه براحتي بقى خلاص. بس ايه ما هويتش الطب، بس كنت هويت بقى التشريح، حبيت التشريح جدا يعني جدا جدا زي اجدادي الفراعنه. الدكتور مصطفى محمود كمان كان هو كان بتاع التشريح. ايوه والله. كان بس هو امه طردته من البيت يجيب جثه حصل تحت السرير. شفت بقى يسلى فيها. لا انا كان عندي انا نسيت اقول لك. ايوه قول لي قول له اقول لك. انا كان عندي وانا في كليه الطب جامعه الازهر في البيت برميل بسم الله ما شاء الله قد كده، نزلت اجيبه من وكاله البلح اللي هي جنب الايه اللي جنب النيل في حتى قديمه قوي. كنت بحط فيها جثه، كان عندي جثه فعلا. كان عندي فيها فورمالين بقى، الرجلين موجوده والراس موجوده والكلاوي موجوده والقلب موجود. شفت الحاجات دي كلها؟ بقى كنا نقعد نشتغل في البيت عندنا، وكان عندي في البيت ميكروسكوب كمان والشرايح. كنت عامل كليه طب ايه في الشقه بتاعتي. ده بالنسبه للطب. فبعد ما جيت بقى كان هدف كان امل والدتي رحمه الله عليها ان ناخد الدكتوراه. يوم ما خدت الدكتوراه قلت للطب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونزلت لها بعد ما خدت الطاقيه بالطرطور اللي هي بتروح تاخد الشهاده بتاعتك. خدتها وقلت لها بصي ادي الصوره اهي وادي الشهاده اهي، عايزه حاجه ثانيه بقى؟ ده كان الكلام ده سنه 1992. كان معايا شيخ البوسنه، شيخ البوسنه جه اول زياره جه عندكم انتوا في قطر، واخد بالك؟ فاكر انت الشيخ صالح جولاكوفيتش؟ من ساعتها الشيخ الدباغي موجود. فبعدها قبل ما ننزل مصر بقى في الرحله دي قلت لها خلاص بقى يا ماما، قالت لي خلاص يا ابني اعمل اللي انت عايز تعمله. فاخدت الشهاده الايه الدكتوراه دي. والله الدكتوراه؟ الدكتوراه الدكتوراه انا نسيت والله. فعشان كده انا ما كنتش اصلا طبيب، يعني انا ما ينفعش اكون طبيب، شكلي كده ما ينفعش ابقى طبيب، مش كده برضك؟ بس انا تمتعت يعني. مثلا انا في الدكتوراه عملت 400 جثه اللي هو البيبيز الابورشنز اللي هم السقط. كنت بشتغل على المخ وعدم اكتمال نمو المخ، ويكون في كيس ميه في الظهر وانقسام في العظم، حاجات كبيره بقى. وبس اول واحد اكتشف وشرح هذا المرض كان ابو القاسم الزهراوي، وكان في الاندلس في مدينه الزهره جنب ايه قرطبه. ودي من الحسنات اللي انا اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يأجرني عليها،
ان انا غيرت اسمه وقلت بدل بوكاسس ابو القاسم الزهراوي، وحطيته في المقدمه بتاعت الرساله بتاعتي. لكن عملنا الاهداء اللي هو الجراتيتيود لمين؟ لربنا. ثلاث صفحات يا بنات، ثلاث صفحات يا رجاله، هو ايه؟ جراتيتيود تو هوم؟ تو الله. وجبت كل ايات الخلق اللي موجوده، من اللي هو الماء المهين للنطفه العلقه المضغه، لدرجه ان انا لما سقطت، مش انا قلت لك ان انا سقطت في الدكتوراه؟ سقطت بردك، قولي افرحي، افرح يا ابني، سقطت مبروك، قولي مبروك. في الدكتوراه سقطت بردك الحمد لله، بس ميجر فيلير يعني. كنت رايح السعوديه اجمع تبرعات في رمضان، قمت عامل الرساله كده ووديتها كده من غير لا رجعت الانجليزي ولا اي حاجه، ولا المراجع ولا اي شيء. ها؟ ميجر فيلير، مش اي حاجه يعني، حتى في السقوط ناجح، في السقوط يعني سقوط متميز. فلان ربنا اكرمني، ولما كنت بشرح البيبيز دول كنت بطلع من الظهر كده اللي هي ده العمود، ده النخاع الشوكي، وبيخرج من النخاع الشوكي 32 عصب كده و32 عصب كده، دول هم دول مراكز الاعصاب اللي في الجسم كلهم. فانا كنت بطلعهم بايه؟ بالابره تحت بتاع كده. فدي ما اتعملتش قبل كده، انك تقعد على كل جثه من 400 جثه دول وتطلع النخاع الشوكي وكذا وكذا. فطبعا اجتمعوا الاساتذه في الجامعه قالوا لازم هاني البنا ياخد الشهاده الدكتوراه بتاعته، فجابوني قعدوني بقى، قالوا لي بنقول لك ايه، انت عايزينك تاخد الشهاده دي تدخل عندنا في المكتبه، هتنجح ولا مش هتنجح؟ قلت لهم هنجح ان شاء الله. قمت ناجح. لا بس اقول لك حاجه، بقول لك سبب نجاح ايه. انا قلت اللي هو ال 91 كان فيضان ايه؟ بنجلاديش. ها؟ فيضان بنجلاديش، انا كنت في السنه اللي انا سقط فيها، ومفروض اقدم اللي هو الرساله بتاعتي قبل شهر نوفمبر 91. ايوه. فساعتها في شاب من الشباب، شابين زيكم كده زي الورد كده، قالوا احنا جماعه 30,000 جنيه وعايزين نروح بنجلاديش معاك، والبريتش ايرويز ادتنا تذكرتين درجه اولى، مش بزنس، درجه اولى. وانا في شهر يونيو ولا في يوليو ده ادور على حد يروح مطرحي، مفيش فايده. قمت يوم جمعه قعدت كده وقلت خلاص انا اللي هروح. كلمت الشباب قلت لهم في برادفورد، وقلت لهم ان انا جاي ايه، انا خلاص هروح معاكم. في اليوم ده ربنا جعل سبب السفر ده ان انا اكتشفت نظريه جديده في العلاقه بين نمو النخاع الشوكي والعظمي، وكتبتها وسافرت ورجعت. فكان كانها يعني ايه، مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى ليا على اني سبت الرساله وسافرت هناك. انت كنت جزء تاني من سؤالك ايه؟ ليه انا اتجهت للعمل الخيري؟ لا كان في جزء تاني. طب خليني انا اوصيهم بسؤال واحد. اذا سالناك دكتور ماذا علمتني الحياه، بوليت بوينت. انت كده المفروض انا بقى ايه، اخد لي سيجارتين كده ولا حاجه، كوبايه شاي مع شويه. هو طبعا في ال 40 سنه او على الاقل، انا هنا بقى لي 42 سنه في بريطانيا، وحوالي الاغاثه الاسلاميه دلوقتي دي السنه 36 ليها. يعني انا كنت بقى دايما بقول ايه، أنا أول دورة في حياتي قضيتها في مصر أغلبها، اللي هي أول 33 سنة، دورة الحياة الأولى 33 سنة. أنا سبت مصر حوالي 26 سنة 27 سنة. كان آخرها الإغاثة الإسلامية. تاني دورة داخل بقى بريطانيا هنا هو، اللي هي من سنة 84 أو 84 لغاية سنة 2007. 2017 او 2014 حاجه زي كده 2017. ودي كان بقى الشغل اللي الاولانيه دي خالص عمل اغاثي بحت، عمل اغاثي بحت من 2008 او 2007 او 2006، خاصه بعد احداث سبتمبر. بعد احداث سبتمبر ما كانش ينفع بس نلتزم بالعمل الاغاثي فقط، كان لابد ان احنا نعمل عمل شيء ثاني، نعمل حاجه اسمها ادفوكاسي، المناصره، نعمل تواصل، تشبيك، كذا كذا كذا، بناء قدرات الى اخره الى اخره. حتى انا عندي صوره من الجواب اللي انا بعته لتوني بلير، ممكن اديه لكم نسخه منه تديه للشباب بكره، ان انا كنت بقول له
الخطوره بعد ده كان كتبته له في 2004 ده. خطوره بعد ما حصل سبتمبر انتوا بتحاولوا تضيقوا على المسلمين وتتهموا انهم ارهابيين, وده غلط. ده هيخلي الناس الارهاب هيزداد. الارهاب لغايه دلوقتي ما قلش. تهريب الاموال بيزداد. تهريب الاموال ما فيش تقول لي دوله بتوقف الاموال, لان لو كانوا بيعرفوا يستطيعوا في توقيف الاموال ما كانوش طلعت المجمعات الارهابيه دي اللي بتجيب لها عربيات زيرو في سوريا وعربيات زيرو في اليمن وعربيات زيرو في كل حته, والاسلحه دي كلها جايه فلوس منين؟ وكان الملائكه امرهم الله سبحانه وتعالى لينزلوا مثل هذه العربات عليهم او عليهن. معايا؟ كلها سيستم, سيستم بيخدم سيستم بيخدم سيستم. ده جواب انا كتبته لتوني بلير في مايو 2004. مش لتوني بلير فقط, لكل رؤساء الجمهوريات والملوك وكذا وكذا وكذا. اللي خلانا واللي خلانا انا شخصيا استقيل من العمل الاغاثي وابتدي اشتغل في ان ناسس المنتدى الانساني. يعني انا اسسنا المنتدى الانساني في عام 2000. انا استقلت من الاغاثه في 2008 كمدير عام واو لاخره. ليه؟ انا كنا عايزين نعمل منتدى الانساني اللي هو بيقوم بقى بالتشبيك ما بين المسلمين وبين غير المسلمين, الشمال والجنوب والشرق والغرب الى اخره. يعني انت استشعرت الخطر دكتور من 2004 او قبل من 2002. يعني ما تتكلم عن الموضوع, يعني مثلا قضيه البوسنه احنا اكتشفناها سنه كام؟ 1982. لما انا روحت زياره كنت انا وانا صغير يعني شاب كده وايوه وشيك قوي يعني ومنيل على عيني كده. فلكن ربنا هداني في 82 وانا نازل مصر بعد ما استقر بقى الشغل واصبح عندي شغل مستقر, يعني ان انا وانا راجع عايز ادور على مكان في اوروبا اقضي فيه اسبوع يكون بس فيه مسلمين. فربنا جابني على ايه؟ على يوغوسلافيا. فاخدت اليوغو اير اللي هو الخط الجوي اليوغوسلافيه, وانا راجع نزلت في ايه؟ في بلجراد, ومن بلجراد خدت القطر رحت على سراييفو. فاول ما عرفت ان في مشاكل الاقليات المسلمه في الغرب او في اوروبا بالذات كانت في سراييفو في 1982 قبل حرب البوسنه بكام سنه؟ ب10 سنين. طبعا في من اقوى من انا نسيت اقول في طبعا انت قلت لي انت كوارث. حرب البوسنه في 92 انا قلت 89 99 بعد كده جت حرب البوسنه في 92. احنا كنا مستعدين لها من قبلها ب10 سنين. كنا ماشيين بقى بنقول هيحصل كذا هيحصل كذا هيحصل كذا هيحصل حتى قبل الاغاثه ما تتاسس. وكان ربنا سبحانه وتعالى, بس الكلام ده ليكوا عشان تعرفوا تقدير ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الاشياء, كان ربنا صنع وجود هذه الاغاثه لكي تكون هي موجوده علشان حرب البوسنه, لا علشان فيضان السودان ولا علشان زلزال ايران ولا علشان اسم كده اللي هو واحد فيضان بنجلاديش هم بعيد الاف الاميال. لكن البوسنه فين؟ في وسط اوروبا. فكنا احنا احد المؤسسات اللي ساعدت على تقليل الهجره وتضميد الجراح. مش احنا لوحدنا, من السعوديه طبعا كان معانا لجنه قطر لكف اليتيم من احد الاساسات الاساسيه اللي كنتوا ساعتها فيها, وكذلك وهيئه الغاث الاسلاميه العالميه في السعوديه والنادي العالمي للشباب الاسلامي. بسم الله ما شاء الله يعني نزلوا وعملوا 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 وغيرهم. ومن مصر اللي هو لجنه الاغاثه الانسانيه من مصر بتاعت نقابه الاطباء عملوا شغل غير عادي, شغل يعني في وسط النار في وسط النار واخد بالك يعني, والحرب شغاله 92 93 94 95. فده كانت الاكتشاف. بعد كده هو بقى تحول الامر بعد 11 سبتمبر 180 درجه, انك انت المفروض تبتدي تعمل كتل, تعمل كيانات, تعمل تحالفات, تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا علشان تستطيع انك تواجه مثل هذا الخطر اللي ليس فقط ان هو بيجي على مؤسستك انت لوحدك, لكن بيجي على المجتمع كله. يعني مثلا احد الحاجات الجميله لازم اقول لكم عليها, في سبتمبر 2001 انا كنت قاعد في المكتب بتاعي بقى في المكان الجديد, وقعد كده بتفرج على التلفزيون. الله, ده في فيلم طيارات بتضرب ايه ده؟ ده فيلم ده ولا ايه ده؟ ما كناش مصدقين ان الطيارات دي حقيقه, ما كناش مصدقين مع ان ده عشقيه. وانا مش عارفين طياره تضرب هنا وتضرب هنا يعني ايه. في خلال الساعتين ثلاثه الاولانيين دول بتاع اللي هي طيارات سبتمبر دي ما كناش عارفين ان ده ضرب حقيقي. بس كان عندنا وزيره جدعه اسمها كلير شورت,
كان عندنا اجتماع فيه معاه يوم 12 13 سبتمبر. فكنت طبعا اكيد كنا قلنا اكيد نادي هتلغي الاجتماع. فكلمناه من المكتب بتاعته يوم 12 سبتمبر قلنا لهم يعني الاجتماع موجود؟ قالت لا الاجتماع موجود. رحنا لها بقى زي الفلاحين اللي عمرهم ما لقوا تفاحه وعايزين كلهم يروحوا ياكلوا من التفاحه. هي تفاحه واحده مكتبها يمكن ربع الاوضه دي كده. واحنا رحنا خمسه او سته ما عندناش كراسي في الايه في المكتب. بس احنا بقى كلنا عايزين نروح عشان ايه خلاص. فقالت لنا كلمه واحده جميله جدا يعني. قالت لنا انا لو كنت قلت لكم ان انا مش عايز اقعد معاكم ده معناه مش هشتغل معاكم، لكن انا عايز اشتغل معاكم. انا عايز ايه؟ لان احنا كنا عزمناها قبل كده سنه 99 عندنا في المكتب وسنه 90 وجت لنا في المكتب اللي هو اللي انتوا اللي هو شفتوه في اول يوم. فده كان بالنسبه للمناخ اللي كان موجود ونوعيه الوزراء اللي كانت موجوده في الوقت اللي احنا بنتكلم. المناخ دلوقتي مختلف تماما تماما تماما. لو بتتعامل معاه لن تستطيع ان تتعامل معه كمؤسسه فرد واحد. ها؟ لابد تتعامل معه ككتل. كتل يعني بلوكس كوليشن فورمز او 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 الى اخره. او اتحادات الى اخره. ده اللي تغير الفكري. اتفضلوا. ها؟ اتفضل. قول ده انت عايز اقول اديك انت دي بعدين هي بعدك. لو بس تقول لنا شنو لو عندك اي ادفايس نصايح مثلا اوكي حق حتى حق الشباب الناحين لو نعمل مثلا مبادرات او غيره كيف ممكن نستهدف المجتمع؟ يعني اتوقع ان المجتمع جدا تغير عن قبل يعني حتى التكنيكس وكذا يعني. طيب اوعي تخافي انك تاخدي مبادره ان شاء الله تفشلي مش عيب. ان شاء الله تفشلي 50 مره مش عيب. بس خليكي مصممه على انك تاخدي مبادره عشان تنجح. اللي دايما انا بقول كده الناس اللي خدوا جائزه نوبل خاصه في الكيمياء وفي الطبيعه والحاجات دي عمر التجارب بتاعتهم ما نجحت من اول يوم او من اول تجربه. قعدوا سنين فشل وسنين وفشل وسنين وفشل الى اخره. فدايما بس عشان تنجحي ما تبدايش بحاجه كبيره اكبر من امكانياتك. ولنفرض ان انت عايز تعملي مبادره اشتغل على مستوى الحي اتعلمي فيه حاره حاجه بسيطه جدا لمده 6 اشهر او سنه. لو نجحت فيها كبري لو نجحت فيها كبري بعد ما كده هيكلي اللي هو اعمل نفس الجمعيه والجمعيه دي اعملها اهداف عندك. شوف هنا في اقلام كتابه هنا ولا مفيش الترابيزه هناك دي. فما تبدايش مبادره تقولي والله انا عايز اجمع مبلغ كبير جدا عشان اعمل مشروع كبير جدا وانا ما عنديش امكانيات لا امكانيات ذهنيه ولا بشريه ولا حتى خبرات. ابداي صغيره وتعلمي وانت على مستوى الشارع بتسموه ايه في قطر او حاره ولا بتسموه ايه ولا شارع او حاره او او حي او او الى اخره او قريه او ضيعه زي ما في لبنان او عندكم في فلسطين او او الى اخره. بعد كده هو من خبرتك انت الناس بتثق فيكي. يعني انا هقول لك حاجه اقول لكم حاجه احنا في ميزانياتنا تتكلم على ايه على نمونا في خلاص اقعد في الثمانينات ما كانش فيه فلوس كتيره الناس مش واثقه فينا لسه شباب ما نعرفهمش ايه مش عارف ايه ايه مش عارف ايه ايه دول ايه. كان كل المساجد هنا هو بتجمع الفلوس عشان يودوها لقرايبهم في باكستان وفي الهند وفي بنجلاديش وهو لاخره. اول مره في حياتهم يجدوا بعد القضيه الفلسطينيه يجدوا ان في شباب عايزين يطلعوا فلوس لايران والباكستان والسودان وبنجا الى اخره. مش مساجد مش ائمه. فانت نصيحتي ليكي تعملي تيم والتيم ده يبدا حاجات صغيره. لما تحس انك كبري بقى كل شويه كبري عن المشروع لغايه ما عندك ثقه وعندك المصداقيه والناس بدأوا يثقوا فيك في الشارع تبتدي تعملي جمعيه والجمعيه دي تبتدي كلها حيثيات مختلفه نشتغل بيها. ده بالنسبه لكن حذاري انك تخافي انك تفشلي. افشلي يا ستي مش مهم بس هتنجحي بعد كده. انا قلت لك انا حتى ما جيت اتجوز ما اتجوزش من اول مره اترفضت. شفت برضك يعني ما تفتكروش برضك لانها نصيب ايه اول مره ما مشيتش هخش بقى في الجواز لا انت كنت عندك سؤال انت ممكن تقريبا سؤال قريب احنا يعني مشاكل اللي نواجهها ان
اللي في اعمارنا سواء الشباب او المجتمع ما عندهم حماس باللي قاعد نسويه، حتى الوعي مش موجود. فكنا كثير نعاني من ان كيف ممكن هذه القضايا نوصلها للناس، كيف ممكن نجمعهم، كيف ممكن احنا نكون على قلب واحد، لان احنا دائما يا متشتتين او هم اصلا مش متحمسين بالموضوع اللي احنا قاعدين نحكي فيه. طب انت متخيله انت عايزه كم شاب يكون حواليك؟ ما عندي فكره. قولي كم شاب وشابه؟ واحس اول شيء المفروض نبتدي في ناس ملتزمين غير اصحاب المبادره، مثلا 10 اوكي احس انه مثلا بس ناس ملتزمين دائما يجون. اوكي في ناس بيجون اول مره وهالشيء يصير، لكن المشكله انه بعد مرات مثلا اوكي في ناس يجون وايد مرة ثانية ما تشوفهم مرة ثانية، فهمت؟ يعني ما في استمرارية، ما في استدامة. شوف انت ما يهمكيش كم واحد يجي، يعني لا يعني اوعي تخافي من عدد القليل، اوعي تخافي من عدد القليل. انتوا يعني انا عايزكم تكونوا 4 أو 5 أو 6 بكتير قوي، اللي هم يجمعوا الناس حواليهم. ساعات تبقوا 10، ساعات تبقوا 20، ساعات تبقوا 30 الى اخره. يعني لما اتكلمت معاكم في الاول خالص قلت لكم كانوا شابين، كان الدكتور احسان ربنا يكرمه ان شاء الله هو موجود في الاردن دلوقتي، وكنت انا في الاول خالص. وبعدين بعد كده الشباب الصغيرين اللي كانوا في سنكم دول واقل من سنكم واكبر من سنكم، دول كانوا بيجوا ايه في الايفنتس اللي احنا كنا نعملها، في المبادرات اللي احنا بنعملها. فانت خلي لك كور جروب 4 أو 5، دول اللي هم الايه زي ما بتقولي اما تبني عماره عايزه كام عمود، عايز 10 عواميد لازم اجيب ال 10 عواميد، عايز 5 عواميد لازم اجيب 5 عواميد. حوالين ال5 عواميد بقى هيكون ساعات في 50 شابة و60 شابة، وتجذبي الشباب تعرف بايه؟ بانك تعملي ايفنتس، يعني فعاليات، تنظمي فعاليات. مثلا احنا النهارده عايزين ننزل نروح حي من الاحياء في مثلا في صيدا، حي غلبان كده وتعبان وعايزين ننظف الشارع. هتلاقي جالك انتوا 5، هتلاقي جالك من شاب وشابه هيقول لك عشان ايه؟ عشان الفعاليه دي عايزين نعمل احتفال، هيقول لك 100 شاب وشابه وهكذا. لكن انت حافظي على الخمسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صدر الدعوه الاولى في مكه، كم واحد من الصحابه هاجروا معاه بعد 13 سنه من مكه للمدينه؟ كم واحد مشايخ؟ اقل من 100، 73 حاجه اقل يعني. وكم واحد هاجر للحبشه؟ فشوفوا بعد كم سنه، بعد 13 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربي في مين؟ كان بيربي في المجموعه بتاعتك انت اللي انت بتقولي عليها دي. خدت منه 13 سنه عشان يطلع ال 50 او 60 او 70 او ال 80 واحد اللي طلعوا معاه كمهاجرين، اللي هم كانوا يعتبروا ال 70 او ال 80 عمود اللي على اساسهم بنيت الامه الاسلاميه كلها. خدت بالك يا اختي؟ خدت بالك؟ اوعي تيأسي. ها هات العصا، هات العصا يا ابني. سؤال. تفضل. عمق. يا سلام. يعني نحن الان اليوم السادس سنه في برمنغهام. نعم انا حقيقه حاولت استقري الهويه اللي يعني بنيت عليها الاغاثه الاسلاميه. يعني اكيد انه لكم اتهامات او كذا كثير. نعم انا خلال وجودنا هنا يعني ما شاء الله نجد اختلاف في الافكار، يعني وفي اختلاف في المذاهب والاديان، في مسلمين غير مسلمين، في مسيح، في من طوائف مختلفه. ما هي الهويه التي تجمع الاغاثه الاسلاميه، وكيف تتعاملون مع الاتهامات خاصه من دول خارج؟ هي الهويه هويه انسانيه قيمها اسلاميه، واضح؟ يعني أنا دلوقتي بشتغل مع الإنسان، كل إنسان في كل مكان في العالم، فأنا ما يهمنيش يكون عندي مين اللي شغال طالما هيقوم بالحرفة بتاعته بكفاءة. يعني أول تعيين الموظفين الغير مسلمين في المؤسسة كان يمكن في آخر الثمانينات أو أول التسعينات، حاجة زي كده يعني. يعني والعملية لسه تحبو. ليه في شاب وكان إيه؟ كان في الآي تي، كان في الآي تي. فلذلك الانفتاح على المجتمع اللي اذا اردت ان تنمو فلابد ان تجعل المجتمع الذي يعيش حولك ينميك ويعطيك فلذات اكباده. ان قوقعت نفسك على نفسك وحسبت ان المجتمع هو انت وجماعتك ومش عارف حزبك او مذهبك، فهتبقى انت مشرنق نفسك في جزء
هتشتغل على مستوى الجزء ده مهما قلت يمين شمال فوق تحت هيبقى انت معروف بكده. ده اللي حدث من سنة 1984. لا كان في زي ما انت شفت في سيخ في هندوس في مسيحيين في كل الطوائف المسلمين سواء كان الشيعة او سنة او الى اخره في كل يعني الافكار المسلمة اللي هو من الصوفيين يعني مثلا عطاء الله صوفي مقبلك انا محسوب على كل الجهات دي كلها انا صوفي وسلفي وكل الحاجات دي مقبلك الى اخره معايا فبالتالي اما تنظر لمثل هذه الاشياء في ناس بيتفرجوا عليك من بره يعني اديكم مثل من الامثلة عشان انتوا بتحبوا الامثلة معايا انت ما سألتيش مش هتخرج لما تسألي المثل ده ايه كنا في 2003 انا قاعد في المكتب انتوا ما شفتوش طلعوا فوق الدور فوقاني كان ليا مكتب فوق وكان يعني بسم الله ما شاء الله يعني وقعد كده فالوزيرة قالت عايزة ايه اتقابل معاك جت قالت لي قعدنا بقى كلجنة معاها بتعرف قالت انا عايز اقعد معاك انت لوحدك فقلت لهم عن اذنك يا شباب خرج فقالت لي في شاب مسكوه في مدينة مانشستر من كام شهر كان معاه سلاح في المطار وقال ان هو متطوع عندكم البوليس اتصل بيك قلت لها ولا اعرف حاجه قالت لي يعني مفيش حد كلمك قلت لها ما اعرفش ولا حد كلمني ولا اي شيء اي حد بيقول اي حاجه في اي حته قالت لي خلاص طب قالت لي طيب اخر مره انت قابلت سفير من السفره بتوعنا امتى قلت لها لسه من كام شهر في مصر قالت لي معقوله كان الحادثه دي مثلا بقى لها 14 اشهر قلت لها ليه بتسال السؤال ده قالت لي لان لو انت كان عمم عليك او على الإغاثة شيء كان ولا سفير هيقابلك هيتبعت ايميل مباشرة ما تقابلهمش اعتذروا بقى واحد تعبان واحد في اجازة واحد كذا واحد هكذا تشتغل الدول راحت ورجعت بعدها بست اشهر وطلبتني وقعدت معاها في المكتب الى اخره وقالت لي الحمد لله ما فيش مشكلة نظفنا الملف ده كان المناخ اللي هنتكلم عنه هذه الفرية ما زالت موجودة خاصة مع نمو اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا خاصة مع نمو اللي هو الإسلاموفوبيا اللي هو لا يرى فيك إلا عدو ولا يرى فيك إنجاز ولا يرى فيك خدمة مجتمعية ولا يرى فيك أي شيء جيد فلكن أنت عليك إنك تتحداهم بما تنجز وتجعل إنجازك عملي تطبيقي في المجتمع نفسه سواء كان في التعليم سواء كان في اي عمل في السياسه في اي عمل في المجتمع نفسه والاعلام دلوقتي اصبح شبه مسيس يمكن بعضكم يقولوا ان الاعلام في بعض الدول العربيه والاسلاميه مسيس انا برضك اصبح شبه مسيس وفي ناس دافعين له اموال عشان يطلعوا فلانه وفلانه وفلانه والدوله الفلانيه وفلان الفلاني كذا كذا يعني مثلا انا بقولتها عشان اسم العيله وده معروف يعني على مستوى العالم يعني الى ان اثبت انا متهم انا لا انا متهم الى انا حتى اثبت براءتي ليه لان جدي الكبير كان من عائله البنا انا بقول لهم عائله البنا دي اصولها كلها يمنيه لان المنطقه اللي موجوده في العالم اللي فيها قريه اسمها قريه البنا ووادي اسمه وادي بنا هي اليمن واكيد كل عائلات البنا اللي راحت الكويت وراحت السعوديه وراحت قطر وكذا وكذا طلعوا منين ولبنان وفلسطين عندكم بنا عندكم بنا عندكم بنا طالعين من اليمن يعني واحد من الناس ممكن طب ايه المشكله طب ما لو كنت اسمي لو انا اسمي ناصر مثلا هبقى انا قريب عبد الناصر ولا سادات هبقى قريب السادات ولا بيجن هبقى قريب بيجن ولا تجر وزير الخارجيه خدت بغض النظر ده في النمو الاسلاموفوبي بس انت تراعي المعايير الانسانيه كلموكم في المعايير الانسانيه في الدوره دي ترعيها الشفافيه والمصداقيه والحياديه وعدم الانحياز الى اخره الى اخره الامور دي انا بقى عايزكم تعملوا ايه بقى انتوا سالتوني بقى واحد انت ما سالتيش انا عايزكم تقولوا هل احنا العمل الانساني ده احنا محتاجين نتخصص فيه ولا محتاجين نغير مفاهيمه بمعنى انت خدتي معايير انسانيه كتبها ناس جزاهم الله خير انا عايز اغيرها عندي ثقافه عندي قيم عندي اخلاقيات احطها مش هنعرف نحطها الا اذا تكتلنا اصبح لينا كتل مش كل واحد يدي التاني ظهره عشان بيجري على قرشين من الدونر يعني انا اصبح دلوقتي لابد ان انا اراجع ايه قيمه العمل الانساني اللي فيه خيره شباب العالم العربي والاسلامي بس بياكلوا وشربوا
فين تغيير فكر، فين تمكين المواطن اللي لو كان في فلسطين او لو كان في افريقيا او لو كان في اسيا، نمكنه. نمكنه بمعنى ايه؟ نمكنه بالتعليم، نمكنه بالتاهيل، نمكنه بالاقتصاد الى اخره. مش كل شويه انا هجيب له رغيف العيش واجيب له خروف العيد، لا، انا عايز هو يكون عنده مزرعه يطلع الخروف، هو يكون عنده مزرعه يطلع المحصول، هو يكون عنده مزرعه يطلع منها القطن عشان يعمل من المحصول اللي هو الهدوم اللي احنا لابسينها دي. انتوا بقى في العمل الانساني بتاعكم علينا وعليكم انتوا الجيل بتاعكم انكم تمحوا كلمه الاعتماد على الاخر، وتبداوا كلمه التمكين اللي بسموها ريزيلينس. سموها كلمه تخينه كده اسمها ريزيلينس. ريزيلينس يعني ايه؟ هي بالعربي سمو. ايه سمو للمراه دي؟ لا لا، زي كده انا عايز اخدكم بعد اخدكم معايا البوسنه تشوفوا بقى بسم الله ما شاء الله الاخوات البوسنويات اللي ما تلاقي 70 واحد من عيلتها ولا ما تلاقي 50 واحد من عيلتها، وخرجوا باطفال قد كده ارامل وبنوا مستقبل. انا عايزكم تعملوا كده، مش تيجي تاخدي محاضره وتمشي. محاضره وامشي، يبقى انت فنكوش ما تنفعنيش. عارف فنكوش؟ اتفرج على فيلم عادل امام. انا احب عادل امام قوي، ولي فيلم الفنكوش، بس في حب في لقطتين ثلاثه كده مش هينفعوا طنشيهم. بالبنات ممكن يشوفوهم، لكن الصبيان ما يشوفوهمش. انتوا ما تشوفوهمش. ها فنكوش ده بيبيع لك الهوا قبل ما يعبيه في ازايز. فهمت حاجه؟ انت فهمت حاجه؟ حد فيكم فهم حاجه؟ بعدك الهوا كمنتج. يعني فنكوش معناه ايه؟ معناه انه قال له في الحوار، قال له انت مبدع، احنا بعنا لهم شيء مش موجود والناس اشتروه. فاكره الفيلم؟ لا. لا شوفيه بقى، واخد بالك؟ لان في حاجات كده اسقاطات جميله جدا. انا بشتري شيء مش موجود، انا بشتري شيء مش موجود، انا بقى عايزك انت تعمل الموجود، عشان ما حدش يجي يبيع لك ايه الهوا ده ويقول لك ده ايه ده، مش عارف ذهب ولا فضه ولا كذا ولا كذا. لابد تجعلي كل هذه العائلات منتجه. انا مش عايز منك اكل وشرب ابدا، وهتجيب لي كسوه ابدا، انا عايزك انت تخلي الاخت دي والاخ ده يزرع ويبيع وينتج ويربي، وهو اللي يفتح المسجد وهو اللي يفتح المدرسه وانا اعلمه ازاي. وده خلي بالك، مثل السمكه ده اللي انت بتقولوه على الصينيين كويس، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عارف قال ايه؟ لما لقى واحد زي حالاتي كده قاعد بالله بتاع في مسجد، قال له انت تعرف تشتغل. قام واخد الغتره بتاعته اللي هي اللفه دي والعمامه وباعها بثلاث دراهم. قال له درهم لاهلك تاكلهم، ودرهم تشتري الفأس او والايه، ودرهم تجيب الحبل بتاعته، وتعالى قابلني بعد اسبوعين. قال بعد اسبوعين وفي ايده بعض الدراهم 10-20 درهم. يعني معناه مكن الشاب القادر على العمل بعمل بسيط يستطيع ان يتكسب منه وان يتصدق منه. فده دوركم، اوعوا تنخرطوا في العمل اللي هو الايه الامرجنسيز فقط. اخرجوا من الامرجنسي بفكر. انا عندي فكر جديد بحاول اعمله. معذره، انا عايز حد يسال سؤال. شايفك انت متحفز. لا متحفز اسمعك. يعني شوف، انا مش عايز اصرف ال 100% بتاعت الامرجنسيز دي ساعه الامرجنسي، عايز اخد منها 30%. 30 انا بقى عايزكم انتوا بقى ايه تحملوا الوقت 30% ده، وانا عندي مصيبه وكارثه ابتدي ااهل الناس، ابتدي اعلم الناس في الحته المعينه دي، ابتدي ابني مجتمع محلي، ابتدي ابني مؤسسات جمعيات محليه. ليه؟ لان هم دول اللي هيحافظوا على 70%. يوم ما هينقطع الدعم بتاع الاغاثه يا بنات ويا شباب، مش هبني حاجه، حتى مش هعرف ابني سوريا. انا بقول لكم اهو بلطو، انا قاعد بلطم في القضيه السوريه دي بقالي 7 سنين او 8 سنين. اقول لهم يا اخوانا، يوم ما هيمشي التلفزيون، اتعلمنا من البوسنه، اتعلمنا من الشيشان، اتعلمنا من افغانستان، التلفزيون بح ولا مليم. الى الان افغانستان عايزه تبنى. الى الان الشيشان يمكن لولا ان الروس لهم توجه سياسي في انهم بنوها لشيء معين اتبنت. شوفوا اليمن، شوفوا جنوب السودان، شوفوا دارفور، شوفوا ميانمار، كل الحاجات دي كلها. فلابد انت في الاول، ده الفكر الجديد اللي بقول لك تعمليه بقى، وده الفكر الجديد انتوا تعملوه. انا مش حاسس في 100%،
ولازم اقعد المشايخ كده واقول لهم اسمعوا مفيش فلوس هتجيلي بعد كده، عايز اخد منها جزء عشان ابني المجتمع ده، المجتمع ده يمنع الكارثه بعد كده. ها ويمنعك حتى اعمل وقف حتى في الموضوع ده اعمل وقف موقوت للكارثه نفسها، يعني ممكن احبس مبلغ معين ده وقفي استثمره 1% ولا 2% وبعد 5 سنين و10 سنين في استثماره ارجع افك الوقف ده لنفس القضيه، ما يبقاش وقف مؤبد زي الاوقاف الاخرى. فالحاجات فانا عايزك انتوا تعملوا الفكر ده، انتوا تعملوا الفكر ده، احنا مش انا مش هقدر اعمله ليه، بس انا هقعد اغني عليه، عامل زي مسحرات كده اقعد اغني بيه، انتوا تنفذوه ولو ما نفذتوش سيحاسبكم الله حسابا عسيرا. لماذا؟ لان احنا حطينا الارضيه، انتوا بقى في الارضيه دي حتى تعملوا فيها ابداعات جديده ما حصلتش في الجيل بتاعنا، تغيير فكر. ها ازاي نقف قدام الدول اللي بتصرف اموال عشان بس تقول لنا اصرفوا اموال على الاغاثه، واحنا عايزين ننمي القدرات البشريه، عايزين ننمي القدرات الذهنيه، عايزين ننمي المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني من القضايا القويه جدا ان الشعب اللي هو ذا موست ريزيليانت الشعب الفلسطيني، وده اللي مجنن العالم. يعني مش شو مين يعني من اول الدول العربيه في التعليم 4 أو 5 منهم الشعب الفلسطيني مصر على انه يتعلم مع كل اللي بيحصل له الى اخره. فانتوا سمعني انت وهو، لابد دوركم انتوا مش مم 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 مم، لا، بناء الانسان اللي هو هيستطيع ان يبني المجتمعات وتغيروا القوانين الانسانيه من وجهه نظر اسلاميه وعربيه. انتوا عندكم حيثيات جميله جدا، انا حتى في احد الاشياء بعملها دلوقتي بنحاول نعملها لدراسه من الدراسات، وانا بفكر في اللغه العربيه، عايز اعمل ماده اسمها ايه دور اللغه العربيه في العمل الانساني، ايه مصطلحات اللغه العربيه اللي احنا هاملينها وماشيين ولا لغات عوراء عرجاء بطحاء، دور اللغه العربيه في التأصيل لوضع منهجية لفكر إنساني جديد، مش فكر إسلامي، فكر إنساني مجتمعي جديد نعيش على كنوز ولا نكتشفها. سامعين يا بنات؟ سامعين يا شباب؟ ده بس الإجابة على أي سؤال أو سؤال وخلاص. تفضل تفضل. جزاك الله خير. يعني أروح بيتنا؟ انت ما قلتيش عشان الشباب لو كانوا عايزين يروحوا تعبناهم. بالنسبه للشباب، الشباب اكثر شيء تحتاج. بالنسبه للشباب حاليا الاغلب افكارهم افكار ان انا ابني وطني اكثر من انا اهتم في الدول الثانيه او المشاكل اللي قاعده تصير، لان دولتي اولى. فكيف ممكن احنا نتعامل او نوازن بين هذا الشيء؟ مش مشكلة، ايه العيب ان انا ابني وطني؟ انا بحب وطني، حب الوطن جزء من الدين صح؟ ومن الايمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبكي على مكة، ولو انا مكة واهل مكة وصبايا في مكة وشبابي في مكة الى اخره. ايوه انا بحب وطني، ايه المشكلة؟ حبي الوطني بعد ما وانا ببنيه هشتشعر لو انا فعلا مؤمن بوطني. الامر الثاني بقى، وانا مؤمن بوطني، انا مؤمن ان وطني ده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عنه انه أمة ممتدة عبر الأجيال وعبر الأزمان وعبر القارات إلى آخره. مش كلنا هيكون عنده التوجه ده، مش كلنا. أنا ما عنديش مشكلة، أصحاب التغيير مش هيكونوا 100%، هيكونوا 1% أو 5%. يعني عبد الرحمن السميط لما بدأ من 50 سنة تقريبا حاجة و 40 سنة، يعني بدأوا قبلها بسنتين ثلاثة هناك، ما هو جاي من الكويت، وطن مستقر وأغنياء وكل حاجة على الترابيزة وهكذا، خرج بالمنظومه بتاعت دي فغيرت الفكر الكويتي، ثم غيرت الفكر الخليجي، ثم غيرت الفكر العربي. اسم كده محمد يونس في بنجلاديش، خرج من بنجلاديش لبنجلاديش صح، لما عمل جرامين بنك. بس لما عمل جرامين بنك اصبح جرامين بنك دلوقتي يعتبر علم او شمس من شموس الدنيا. لما الجماعه بتوع براغ اللي هم بتوع بيعملوا المحل الخيريه دي من بنجلاديش برضك،
نفس الفكرة أصبحت دلوقتي تريد مارك في العالم كله. لما عمنا اسمه كده إيدي إيدي ما كانش عارف يكتب بعد انفصال باكستان عن الهند سنة 47 مش يلاقي هناك، عمل أسطول في باكستان يعتبر من هي العربيات الإسعاف والمستشفيات والممرضات وحاجة كده، وهو رجل بسيط جدا 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 جدا. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء ابدأ كفرد، حب الوطن، حب قطر، حب سوريا، حب السعودية، حب مصر، حب المغرب، حب فلسطين، حب لبنان، حبيها ايه المشكلة؟ بالعكس انت لما حبيتيش وطنك مش هكوني خف الايه في الاوطان الاخرى، خدت بالك؟ وهتلاقي وانت بتحب وطنك على حسب ايمانك برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنى ايه؟ معنى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قاعد بيقول لك ايه؟ اني ارى قصور قيصر وكسرى والشام وكذا وكذا، وسينتشر هذا الدين بعز عزيز ابو زيد زين حتى ماشي ما بين صنعاء والحضرموت. لا فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده رؤيه، هو قاعد كده وقاعد كده ايه ده؟ هو قاعد كده في ظل الكعبه بيحلم احلامي ببلدي مش حرام زي الفل، واحلام البلد اللي كان بيحلم لها الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، بنته يعني اللي بتحبيه وعايزه تقفي قدامه تقولي له انا هو. هو ليه بيقول من امتي امتي ما بيقولش قريشي قريشي مكاتي مكاتي؟ قال كان قال مكاتي مكاتي، قال قريشي قريشي ولا قال ايه؟ هو الوحيد اللي قال امتي، كل الانبياء ما قالوش، قالوا نفسي نفسي. يعني هو خرج من نفسه وخرج من القبيلة وخرج من مدينة وخرج من منطقة لغاها لأمة، أمة ما كانش حد مستوعبها في الوقت ده. كان حد مستوعب ان الأمة الإسلامية في وقت المصطفى صلى الله عليه وسلم هتروح هنا وهنا وهنا؟ ايه ده؟ وقسطنطينية ورومية وايه ده؟ انت ايه يعني؟ احنا في غزوة اسمها ايه دي الأحزاب، الناس بيقول احنا المنافقين، نحن غير قادرين على الخروج للتبول، وده بيقول لنا كسرى وقيصر ومش عارف ايه ايه الكلام الفنكوش ده. لكن حصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولش ما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى. فانت احلمي حلمه وابدأي بحلمه بحب القريش وحب المكة. شفتي بقى؟ ولما حبش مكة هو ما حبش اهله وعشيرته عمره ما كان هيحب العالم ده كله. اتفضلوا يا رجاله انت قلت ها؟ زودت انا الجرعه؟ انت ما اتكلمتش. اختم بس عشان ايه لو انتوا يعني عايز تتكلم انا ما عنديش مشكله. بس كنت اسال متى جت الاغاثه الاسلاميه؟ متى جت الاغاثه الاسلاميه؟ سنه 1985 زارنا الاخ يوسف اسلام اللي هو كات ستيفن، اللي هو ايه كات ستيفن، كنا عايزين نعمل مسلم ايد، وكان بيقول لي اجي ايه نقعد معاكم عشان نعمل حاجه ثانيه. فهو اللي اقترح علينا كلمة إسلامك ريليف، يعني الحاجات دي للإحقاق الحق، يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ليوسف إسلام، هو اللي ادانا الاسم ده. كنا احنا بدينا اسمها ذا كوميتي اوف هيلبنج مسلم ريفيجن افريكا، يعني حاجة اسم طويل كده ودمه تقيل وبايخ كده وحاجة زي كده يعني، وأنا اللي كنت مسميه طبعا. لكن لما عمك ما أنا مش بقول لك أنا بسقط كل حاجة يعني، ما ينفعش أنجح على طول من أول مرة، غلط السواقة الجواز مش عارف ايه كله بسقط على طول الحمد لله. لكن هذا الاسم يعني هل له تأثير ايجابي سواء ايجابي او سلبي؟ لانه كانه يوحى انه في توجه يعني توجه ديني مثلا. توجه ديني مفيش مشكلة، ده بالعكس هقول لك حاجة، صلي على النبي. الشعار بتاعنا عمله تركي شاب ما شفناهوش، كان ديزاينر في لندن، واحنا بعتناه ثلاث شعارات كده. طبعا انت خدت بالك من البتاعه دي زي القبه التركيه، الصوامع التركيه والمنارات، خد بالك. الراجل ده احنا ما شفناهوش خالص، وقال مش عايز فلوس منكم، كان ساعتها ممكن مبلغ 20 جنيه 30 جنيه حاجه زي كده. فيظل الشعار بتاعه قاسم، قاسم ما بين توجهات كثيره جدا في المعامل ده. حصل النقاش ده ما بين ابناء الاغاثه الاسلاميه في التسعينيات، نشيل اسم اسلامك ليف؟ قلنا لهم لا، لابد العالم يتعود على انه يتعامل مع مؤسسه حرفيه لها اسم اسلامك. ايه المشكله؟ ما في كريستيان ايد، ما في مش عارف تير فاند ولا غير كريستيان ايد، في كاثوليك ايد، في كذا، في جيوش ايد،
وهكذا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حاسبني على ادائي، حاسبني على ادائي وعلى تاثيري الايجابي في المجتمع، ما تحاسبنيش على اسمي. ايه المشكله؟ انت سميت جون، انا سميت يحيى، ايه المشكله؟ يمكن يحيى ده يكون اسوأ من جون، تعرفنا وهكذا. فلذلك النقاش ده حصل وحسم في الفترة دي، وأصبحت الاسم ده يعتبر لاند مارك. لكن في تحديات، مش ملوش تحديات، في تحديات. أنا عايز أختم بس بحاجة، دوركم ألا تتركوا المجتمع الدولي وحيدا في غيابكم، وأن تكونوا مؤثرين في العمل داخل المجتمع الدولي، وأنتم لستم أقل من أي حد بيتكلم لغة تانية أبدا على الإطلاق، لكن تعلموا المهنة وتعلموا كيفية الحديث وكيفية الإلقاء وكيفية المناظرة، ولا تتنازلوا عن مبادئكم، واجعلوا من مبادئكم وقيامكم جزء من المنظومة الدولية. اللي احنا عملناه في 30 سنة اللي فات دول، ان احنا زي ما بتقول عملنا ايه، غربلة كده هوجة، فبدأوا يسمعوا لصوت المسلمين. انتوا بقى تؤطروا لصوت المسلمين وصوت الغلابة والمساكين من وجهة النظر. ليه انا ذكرت اللغة العربية؟ لان اللغة العربية بعزة وبقوة فيها ما ليس في كثير الا من كل اللغات الموجودة في الارض، ابدا ابدا، والا لما اختارها الله سبحانه وتعالى انها لغه القران ابدا الى يوم الدين. فخرجوا من كل اللغه العربيه الاستنباطات والاستقراءات للمرحله الجديده، وفي نفس الوقت خشوا كافه المناحي في المجتمع الدولي، سواء كان في السياسات او في الاقتصاد او في الاجتماع او في اي حاجه، وكونوا رواد مش حضور فقط، مش ممولين، كونوا رواد، يسمع اليكم ويؤخذ من ارائكم. الدور ده انتوا تقوموا بيه بقى ان شاء الله. خلاص، جزاكم الله خير، شكرا، جزاكم الله خير. احنا خدامينكم في اي وقت في اي ساعه في اي مكان. هاخدكم معايا رحله البوسنه، ها اعرفكم على الاخوات دول، كل واحد فيهم ايه، عنتيل. عارف عنتيل يعني ايه؟ يعني لا تتزوجها. لا مش جاهز، انت غلبان. عنتيل يعني بسم الله الانثى وعنتر للرجل. لا يا عنتيل، انت عنتر يعني.